عواويد والاسماء الكبيرة تظل اكبار، هل الجود والامجاد في العسر واليني يوم ان القبائل بين من يحتمل الثار ليا ثارة الهيئة نهينا المعادن تسامتنا والشعر في طول والأفكار وخط الطريق اللي عليها يودني فهكت الشمال غلاف قلي ولا معذر وخط السويك وداعي الليل يدعيني سر ساري المسرع على سرعة الرادار ولا لا وهدي وشو اللي يهدني سرت الطريق وبالي لي بس ما سمر وخط القصيدة قصيدة فالرجال العزيزين قصيدة العطايا والتهدي والاستثمار هذولا هم الغاوين الاقي لغاويني انا ابوي وصلي على مدحة الاخيار وللشعر من اهل الرجال الميامني ويبشر جهز مقام طير الحمية طار كريما على مدح الرجال الكريمني ترى يا جهز ما دوني ودونكم شلي عدني ولا لك على اللي في اللوازم يروح سارت يا مات في دربي وانا مغمس مني ليا صار مالي وقفة انت الفت الانظر وشلي على وجه المنابي عنني على عيال عايض لا توصي ولا تحتار ضميري على مدح النشامى يقدني هذولا هم الاحرار من مكر الاحرار تشاور ولا دربهم شني هذولا هم اللي تشعم النار وسط النار هذولا هم اللي تحتمل المخلني مدى يحكم اللي ترفع الشعر والشعر وشعري يجي في يمكم للعناوين عسى الله يرحم عايض معطر الأذكار هذا النعم لسمع هذا شاي روتيني وخلصان له وقفة وله مقف جبار وانا يوم اعده من زحول الشيابيني هذا فارس الهيا هذا محتمل الجر هذا اللي علوم في صدور الدواويني عواويد والاسم الكبير تظل كبر هذا الجود والامجاد في العسر والليني ويوم القبايل بين من يحتمل الثار ليا ثارة الهيا نهينا المعادني شيابيني من ما يعرف مجار يكون المراد ولن خسر لا يكاويني ليا من جلس ما ينتهي ذن نقاش حوار ولا يا الموصلة تعود توصيني ولا من وقفنا ما نشوف الزمن دور تقوى على الكفة الزمن يوم يقاويني تضيع معالمهم قبل هاية الاثار على اللي حوافرها تدك الميادني لأنه ما سوى الطيب وأهل الكار من الماضي اللي فات ولا لي الحين على نجد هيمنا بلا سلم واستنفر عتيبة سلطن في زمان السلاطيني عتيبة سلطن في زمان السلاطيني تسامتنا والشعر في طول والأفكار وخدت الطريق اللي عليها يودني فهكت الشمال غلاف سرعة الرادار ولا لا وهدي وشو اللي يهدني سرت الطريق وباني لي بس ما سمر وخدت القصيدة والمعاني
تسرني نبى سمعة اللي كل ما جالهم تذكر علشان من شانع على الجوز لمرهني أرحب وهلي وارفع الصوت بالأشعار هلا مرحبا ترحب عنهم ملايني ترحب عنهم بالنيابة على الخطر ولا واقفة باسم الشيابة صيدة بدون ثمار ثمار تقصيدة فالرجال العزيزين قصيدة العطايا والتهدي والاستثمار هذولا هم الغوين لقل لغاويني أنا أبوي وصلي على مدحة الأخيار وللشعر من أهل الرجال الميامري ويبشر جهز مقام طير الحمية طاقري من على مدح الرجال أنا في محافلكم وش اللي يعدني ولا لك على اللي في اللوازم يروح سارت يا مات في دربي وأنا مغمس مني ليه صار مالي وقفة تلفت الأنظر وش اللي على وجه المنابي عنني على عيال عايض لا توصي ولا تحتار ضميري على مدح النشامة الأحرار من مكر الأحرار تشاوم على زلة ولا دربهم شني هذولا هم اللي تشعم النار وسط النار هذولا هم اللي تحتمل المخلني ندى يحكم اللي ترفع الشعر والشعر وشعري يجي في يمكم للعناوين عسى الله يرحم عايض معطر نذكر هذا النعم لسمى غدا شاير صار له وقفة وله موقف جبار وانا يوم عد من زحول الشيابني هذا فارس الهيا هذا محتمل الجر هذا اللي علوم في صدور الثواوري عواويد والاسم الكبير تظل كبر هذا الجود والامجاد في العصر والليني ويوم القبايل بين من يحتمل الثار ليدارة الهيا هنا شيابي يوم من الزمن ما يعرف مجار يكون المراد ولان خسر لا يكاويني ليام الجلس ما ينتهي ذن نقاش حوار ولا الموصلات عود توصيني والأمان وقفنا ما نشوف الزمن دور تقوى على كف الزمن يوم قاويني نضيع معالمهم قبل هاية الأثر على اللي حوافرها تدك للنماس والطيب ولا الكار من الماضي اللي فات ولا لي الحين على نجد هيمنا بلا سلم واستنفر عتيبات سلطة في زمان السراطين عتيبات سلطة